استعرض رئيس مجلس الوزراء تقريرا أعده الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبد الوهاب حول عدد من النتائج الإيجابية التي تضمنها تقرير الاستثمار العالمي لعام 2021 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد. وأشار التقرير إلى احتفاظ مصر بموقع الصدارة من حيث كونها أكبر الدول المتلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا عام 2020 بإجمالي 5 مليارات و900 مليون دولار.